حيث ترأس الأب خليل مارون رئيس الدير في القدس قداساً احتفالياً في كنيسة مار شربل في بيت لحم. وفي كلمة ألقاها الأب خليل تناول حياة القديس مارون الذي كان راهباً متنسكاً عاش وحيداً في شمال سوريا بالقرب من جبل طوروس، وذلك في عهد الإمبراطورية الرومانية في منتصف القرن الخامس للميلاد، حيث كان القديس مارون مثالاً في الزهد والتواضع في عصره. ودعا الأب خليل المؤمنين لأن يكونوا كالقديس مارون الذي أثر في نفسه كلام الإنجيل كتأثير حبة القمح في الأرض الطيبة. وفي نهاية القداس تمت صلاة الزياح للأيقونة التي تحمل صورة القديس مارون. وبعد القداس توجه الجميع إلى قاعة الكنيسة حيث أقيم حفل استقبال تبادل فيه الحضور التهاني بهذه المناسبة المباركة. ويشار أن الكنيسة المارونية لا تزال تحتفظ بهذه الطقوس المستمدة من التقليد السرياني الأنطاكي. جينا احتفلنا بدير مار شربل بعيد مار مارون. أكيد مار مارون هو أب، هو يلي أسس الكنيسة المارونية. هذا بدعينا للفرح، للإيمان، للصلاة، لأنه مار مارون كان رجل عطى كل شيء عنده بالتكشف، بالنسك، بالزهد. كان كريم كتير على ربنا، كل عطائه يلي عمله هو لحتى يلو لالله قديش بيحبه. بسوريا مطرح ما عايش بكورش بهالحياة الزهد والتكشف، أكيد وجوده هونيكي كان مثل ما بيقولوا كتير أشخاص رجال ونساء تأثروا بهالقديس وجذبهم لقلو. مثل ما بيقولوا التفاحة المهترية بتنزع الصندوقة، هو هالقديس قدس آلاف الأشخاص وقت يلي مات وأخذوا جسده وعملوا كنيسة عليها لحتى يكرموه، لأنه زرع بقلبهم القداسة، زرع بقلبهم المحبة، زرع بقلبهم الفرح. وهذا الشيء المطلوب من المار اليوم. نحن كمارني مدعوين على أنه نحمل نفس الرسالة، هالرسالة السماوية يلي حملها بين مارون، ونعيش فيها ونشهد لها، لأنه بهالرسالة هي عم نعيش يسوع المسيح، عم نوصل يسوع المسيح يلي هو حياة ونور وسلام ومحبة. مار مارون دايما هو المثال الأعلى لكل مسيحي، لكل الرهبان، وخاصة ان احنا متعلم منه القداسة، النسك، تواضع، المحبة، مثل ما الأبونا وعز بالقداس. كلنا دور كبير ولازم ان احنا نتكون على الخطة تنوصل للقداسة، بدنا نمرق بمراحل كتير صعبة ولازم نتخطاها باسم يسوع المسيح، وهو القائد تبعنا. ونحن من متشكر كل الناس ومنعيد كل الناس يلي اجت احتفلت معنا بهالقداس.